أنا عايز أعمل مقارنة سريعة بين إيهاب جلال وحسام حسن، كويس؟ طبعا حسام حسن بيجي معاه إبراهيم حسن اللي هو داهية من دواهي الدفاع المصري، اللي كان بيدافع حلو وبيطلع حلو وبيلعب في النص حلو وكان بينقذنا وكان بيجيب جوان وكان بيباصي وكان بيقاتل في الماتشات. بس خلينا نحط إبراهيم حسن شوية على جنب ونقارن مباشرة إيهاب جلال بحسام حسن أو حسام حسن بإيهاب جلال، ونقول إن أتليست يعني الاتنين شباب والاتنين كانوا بيلعبوا في فرق كبيرة. أظن إيهاب جلال كان بيلعب في الإسماعيلي وكان مدافع، وحسام حسن يعني أشهر طبعا، معروف إنه بيلعب مهاجم وهداف، ويمكن هداف درجة أولى أو هداف من طراز خاص، يعني زي ما تقول عنده رادار يعني في الأهلي أو في الزمالك. بس هو كان في الأهلي أكتر قبل ما يجي الزمالك، كان غريب جدا جدا في أنه علشان الأهلي ما عندوش، معلش يعني لازم أقول الكلمة دي، الأهلي ما عندوش نفس طريقة اللعب بتاعة الوصلة اللي ما بين خط النص وما بين المهاجم. في وقت ما كان في حسام حسن يعني، كان عندنا في الزمالك ناس كتير قوي بتعرف ازاي توصل الكرة للمهاجمين، يعني لو كانوا دول موجودين دلوقتي كنا خدنا كاس افريقيا على الاقل يعني. المهم حسام حسن لما كان بيلعب بدون المساعدات دي كان بيعتمد على نفسه، وكان بيجري زي سام ستة وسام سبعة اللي هي الصواريخ اللي ليها رؤوس موجهة، يعني هو ورا الكرة لغاية ما يحطها في الجون، جات كده هو أسرع منها في تلقيها، فهموها بقى زي ما تفهموها. فراجل نبغى كهداف سواء معاه حد بيساعده أو معهوش حد بيساعده، ودي حكاية نادرة قوي يعني، دي حكاية نادرة قوي قوي في المهاجمين، إنه بيلعب ويجيب جوان سواء اديته الكرة أو هو راح جابها بنفسه خلاص، أو طلع لها اتزرع لها، ما تفهمش بيعمل ايه. ايهاب جلال كشخصية انا مش فاكره كلعيب، انا فاكره في ماتش واحد من الاسماعيلي زمان، بس يعني ما مش مركز فيه قوي كلعيب، انا مركز فيه كمدرب. شكله وخور، شكله محترم، شخصية، ودي مهمة جدا جدا في المدرب. فمعرفش بقى من ناحية الناحية اللي هي التكنيكاليتي اللي هي الكرة وتدريب الكرة والخطط واختيار اللعيبة والحاجات دي، أنا معرفش خالص حاجة عن إيهاب جلال، علشان كده أنا مش هكمل في المقارنة، لأنه يبقى كده هبقى أنا ظالم لأن ما عنديش فكرة كافية. إنما أنا أعرف إن حسام حسن لما كان بيدرب الزمالك كان بيعرف ينقي اللعيبة، وكان بيعرف يجيب مواهب، وكان بيرقي الأشبال، واكتشف لعيبة كتيرة، وبيعرف ينزل ده امتى ويطلع ده امتى، وبيعرف يحرك طبعا الماتش ويجلجل الاستاد ده ويجيب الفوز ويجيب البطولات ويجيب كل حاجة مع الزمالك، ولما كان بيلعب في الاهلي ومع المصري ومع الاتحاد السكندري، يعني بروفن ان هو ناجح، اثبت ان هو ناجح كلاعب كمدرب. ايهاب جلال انا معرفش لسه ايه الوضع يعني، فالمقارنة مش عادلة من ناحيتي أنا، إنما إحنا وحظنا بقى، وزي ما قلت قبل كده الله يعوض على مصر في البطولات، لأن الناس اللي بتختار المدربين أو اللعيبة ناس عندها كم كبير قوي من التحيز لحاجات خاصة بيهم ملهاش أي علاقة بالكورة ومصلحة الكورة للأسف. وشكرا.